تقول سكينة سلا حان الوقت لنحيم وجوه جديدة وببدائل وبرامج جديدة. كذلك تنطلب من كل المواطنين أنهم يمشيوا يصوتوا، لأن نسبة الصوت في سلا هي نسبة ضعيفة، 64% ديال الناس ديال المواطنين ما تيمشيوش يصوتوا، بمعنى أن الحزب الأغلبي حاليا تحكم مدينة مليونية بحوالي 9.9% من الأصوات معبر عنها، وبنسبة 4% من أعداد أصوات الكتلة الناخبة. تطلب الناس المثقفين من الطبقة المستنيرة، من الطبقات الشعبية، من الحرفيين أنهم يطلعوا على البرنامج ديالنا، وإلا اقتنعوا بالمضامين ديالو يصوتوا لفائدة مرشح الاتحاد الشركي ومرشح الاتحاد الشركي للقوى الشعبية. وشكرا.